الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول، شو بيقول للدلو تشرين الأول أكتوبر 2021، وهل الأفلاك رح تكون يعني مسالمة معك ومطمئنة؟ بدي أقول أنه بتتلقى عروض يا عزيزي مهنية بهالأسبوع، خاصة بين السبت 23 والتنين 25. لازم تدرس هالعروض بتأنن بدور نقاش مفتوح ومهم بيلقي الضوء على بعض البرامج والأفكار المنتجة جدا. بيكون التواصل ممتاز بهالوقت. إذن بداية الأسبوع واعدة بهالسنة. بس في ضرورة أنك تتراجع قليلا بين يوم الخميس 28 ويوم السبت 30. إذا بتريد حاول أنه ما تتهور بقبولك بعض الشروط، لأنه هالشي يمكن يخيب أملك. ما تبلش بجديد بين السبت 30 والأحد 31 قبل ما تنهي شي بلشت فيه سابقاً. يمكن تواجه بعض العراقيل يلي بتظهر بدربك، أو لازم إنك تكون حازم بمواجهتها، لأنك بتنعم بأعصاب متينة جداً حتى تتخطى هالعراقيل بدون قلق. في إشياء ما فيك تقولها، فيك إنك تتصرف بدون ما تشرح ليش تصرفت هيك. مش كل شي بتعرفه بينقال.